مرحبا بكم. إذا كنتم تهتمون بالحفاظ على المياه مع ضرورة الحفاظ على الطهارة، فعليكم فهم أحكام المياه في الإسلام. فالماء في الفقه الإسلامي عنصر أساسي للطهارة، ويصنف إلى ثلاثة أنواع رئيسية. أولا، الماء الطاهر المطهر كمياه الأمطار والأنهار، فهذا الماء لم تمسه يد بشرية ويصلح للوضوء. ثانيا، الماء الطاهر المكروه كالمياه التي سخنتها الشمس، ورغم طهارته ينصح بعض العلماء بتجنب استخدامه للطهارة. ثالثا، الماء النجس، وهو الماء الذي اختلط بالنجاسات فلا يصلح لأي شعيرة من شعائر الطهارة. فمعرفة أنواع المياه المختلفة ستتمكنون من الحفاظ عليها بحكمة مع الالتزام بمعتقداتكم.